الأعمال الخيرية والخدمات المجتمعية مسألة مهمة الحقيقة. يمكن النادي الأهلي لأجل هذا الهدف الخيري المجتمعي تحديدا شكل لجنة مهمة في النادي برئاسة الكابتن مصطفى عبده اللي بنتمنى له دايما وأبدا كل التوفيق يا رب في كل جهوده اللي بيبذلها للنادي الأهلي بإخلاص كبير جدا المجري. هذه اللجنة ليها نشاطات كبيرة الحقيقة في التعامل مع الخدمات المجتمعية ودعم كل الجهود الخيرية، لكن في كمان جهود خيرية ومبادرات فردية بتبقى من النجوم نفسهم. كابتن مصطفى يعني كان حريصا أن يتولى رئاسة هذه اللجنة، يعني هو عايز يعمل حاجة، يعني اللجنة دي تلبي حاجة نفسية عنده مرتاح لها جدا. ربنا يوفقه ويسعده يا رب. ربنا يكرمه إن شاء الله. كابتن حسام غالي كابتن الأهلي العائد للنادي يمكن حرص ان هو يحقق امنيه طفل صغير ويزوره في مستشفى ابو الريش واداله فانيله الاهلي، ده بعد ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مطالبات بشان رغبه هذا الطفل احمد متولي انه يشوف الكابتن حسام غالي، فحرص الكابتانو انه يروح يزور المستشفى ويزور احمد متولي هذا الطفل اللي بيعالج ويهديله فانيلته. نشوف الكابتانو حسام غالي في زيارته لأبو الريش. محمد احمد ده جانا وهو عنده 5 سنين، والله العظيم كان جميل، والله جميل. صورتونا ولا لا؟ خد يا سيد صورنا على الموبايل. صورتك يا حاجه ابعته لي. تبعت لي ايه؟ انا ابعت لي على الموبايل هنا اكتب. ما بعرفش اصور على الموبايل. صورني يا واد مع الكابتن. لا انا عايز اسلم. تعالى يا حاج. طب يا ولاد اللذين يلا صورني مع الكابتن. يلا قول يا ماما. ربنا يكرمك يا حبيبي، ربنا يخليك. متشكره قوي. سلام يا حبيبي. ربنا يكرمك يا حبيبي. باي بابا مصطفى. حسام غالي بيهدي كمان التيشيرت الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصه. ايوه حسام غالي ولا متعب؟ حسام غالي كمان قبل متعب. نشوف حسام غالي وهو بيهدي فانيلته ل واحد من شباب ذوي الاحتياجات الخاصة. بعد الماتش هاخده صورة من زمان اني اخد تيشيرت يا غالي، والنهارده
وعدني وهو في التمرين وقعده. شكرا للنادي، مبروك الاهلي ثلاث اجوال، مبروك الدوري وشلت الاهلي. والله يا رب أبوش الأهلي أهو، أهلي I love you غالي، أحب الأهلي، ويا رب يا رب يا رب أشوفه في روسيا مع المنتخب. أبتسام يا غالي، تسألني الماتش الجاي عاجلك بالتيشيرت ده حبيبي يا غالي. مبروك يا اسطى. طيب لماذا نحرص على هذه اللقطات؟ لان لازم تفهموا ان الانديه الكبرى والنجوم لهم مسؤوليه مجتمعيه مهمه جدا جدا جدا. كم السعاده التي يمكن يضفيها نجم بتصرف بسيط منه، ادي احنا شفنا رد فعلها وتعمدنا انها نسيبها لاخر وقت عشان تشوفوا تاثير هذه اللمسة على سعادة إنسان. يعني أعتقد أن النادي الأهلي والأندية الكبرى والزمالك والإسماعيلي كل الأندية الشعبية بالذات ونجومهم عليهم هذه المسؤولية المجتمعية التي يحرصوا ويجب أن يحرصوا عليها بانتظام. ولكن تاني نرجع زي النهارده،